باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أهنئكم أيها الأحباء بعيد القيامة المجيد، العيد الذي هو قمة أعيادنا وفرحة أفراحنا. وبالأصالة عن نفسي وباسم المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية وكافة الهيئات القبطية والإكليروس وكل الشعب في مصر وفي الخارج وبلاد المهجر، أهنئكم جميعا وأود أن أنقل لكم تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي هنأنا بالعيد وأرسل برقية تهنئة رقيقة وأناب عن سيادته لحضور الصلاة معنا السيد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، كما نشكر السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الذي هنأنا بالعيد وأوفد نيابة عنه السيد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ويحضر معنا أيضا العديد من السادة أعضاء مجلس النواب. كما أرسل السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تهنئة رقيقة وأناب عن سيادته الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. تلقينا في هذا الصباح مكالمة رقيقة وتهنئة من معالي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق وهنأنا فيها بالعيد. كما حضر في صباح هذا اليوم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور مصطفى أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر على رأس وفد رفيع المستوى من القيادات الدينية وعلماء مشيخة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. يحضر معنا عدد من السادة الوزراء، السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة. من السادة المحافظين السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، والسيدة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط. يحضر أيضا نواب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية، ويحضر معنا لفيف من السادة الوزراء والمحافظين السابقين وعدد من البرلمانيين السابقين. يحضر معنا سعادة السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية نائبا عن معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية، والسيدة نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري نائبا عن الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. نشكر سيادة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وقد أرسل وفدا من قيادات القوات المسلحة للحضور الصلاة معنا السيد اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح الكشكي مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، والسيد اللواء أركان حرب عبد الغني حسن عبد الغني الصغير رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والسيد اللواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي قائد المنطقة المركزية العسكرية، والسيد اللواء أركان حرب أحمد فتحي إبراهيم خليفة مدير إدارة الشؤون المعنوية، واللواء أركان حرب محمود أحمد العيدروس محجوب مدير إدارة الشرطة العسكرية. نشكر أيضا السيد الوزير اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، وأناب عن سيادته السيد اللواء أيمن حلمي والسيدة العميد رانيا عبد العزيز. نشكر أيضا وزارة الداخلية والسيد وزير الداخلية السيد اللواء محمود توفيق
لتهنئته بالعيد وينيب عنه السيد اللواء أمين أحمد أمين. ويحضر معنا أيضا وفد من وزارة قيادات وزارة الداخلية السيد اللواء عمرو لطفي مساعد الوزير للشؤون الإدارية، والسيد اللواء شعبان عبد التواب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، والسيد اللواء علي سلطان مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جهاز الأمن الوطني يحضر معنا السيد اللواء أسامة القاضي مدير الإدارة العامة للأمن الوطني بالقاهرة، السيد العميد حسن عمر، العقيد محمد الألفي، الرائد خالد الشاذلي من الأمن الوطني. نشكر السادة المستشارين رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء النيابات العامة. نخص بالشكر معالي المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعالي المستشار نبيل صادق النائب العام، ويحضر عن سيادته المستشار كامل سمير كامل رئيس الاستئناف، ومعالي المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاء، ويحضر عنه المستشار الدكتور أيمن فؤاد. يحضر معنا أيضا السيد المستشار علاء فؤاد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كما يحضر معنا عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين بمصر، سفراء دول المجر والسيدة قرينته، مملكة كمبوديا، دولة اليابان والسيدة قرينته، دولة ناميبيا، دولة الفاتيكان، دولة بيرو، المملكة البريطانية المتحدة، دولة تشيك، دولة كندا ودولة استراليا، جمهورية إثيوبيا وجمهورية سويسرا، والقائم بأعمال السفير الأمريكي. يحضر معنا نخبة من السادة رؤساء وأعضاء المجالس القومية المتخصصة والهيئات والأجهزة الحكومية، لفيف من الأساتذة والرؤساء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، جميع رؤساء النواب أعضاء وأعضاء الأحزاب والائتلافات السياسية والنقابات والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي. حضر أيضا إلى المقر البابوي السيد الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ومعه وفد كبير من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ومن كنيسة الأرمن الأرثوذكس نيافة المطران أشود مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس في مصر، ووفد من أباء الكنيسة الأرمنية، وحضر معه سعادة سفير أرمينيا بمصر. حضر أيضا للتهنئة نيافة المطران منير حنة مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا، ووفدا من قساوسة الكنيسة نيافة المطران برونو القاصد الرسولي للفاتيكان، القس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، كما وصلتنا برقيات عديدة من السادة الوزراء والمحافظين والسفراء والعديد من المسؤولين والشخصيات العامة. نقدم شكرا خاصا لجميع رجال الشرطة ونواب ومدير الأمن والقطاعات والأفراد على مجهوداتهم في النظام وتأمين الصلاة. نخص السيد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، والسيد اللواء مصطفى أنسي مساعد وزير الداخلية لشرطة الحراسات الخاصة، والسيد اللواء أشرف الخولي مدير الإدارة العامة لشرطة الحراسات، السيد اللواء هاني جرجس حكم دار العاصمة، السيد اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، السيد اللواء رجب عبد العال مدير قطاع شمال القاهرة، السيد اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، السيد اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، السيد العميد مازن عبد الشافي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة. نشكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلا في الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة لنقلهم وتغطيتهم لصلاة القداس على الهواء مباشرة. نشكر جميع القنوات الفضائية المصرية والعربية والأجنبية والإذاعة المصرية وجميع وكالات الأنباء والصحف والمجلات التي تقوم بتغطية ونقل القداس الإلهي. نشكركم جميعا وكل عام وأنتم بخير.
نحتفل بعيد القيامة المجيد، وهذا العيد يأتي بعد فترة صوم طويلة 55 يوم، وهذا الصوم يتميز بنسكيات كثيرة، ثم أسبوع الآلام الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع هو يمثل الآلام التي تعرض لها السيد المسيح، ونعيش معه في صلوات طويلة طوال الأسبوع الماضي، ولكن هذه الصلوات تزداد في الثلاثة أيام الأخيرة، الجمعة والسبت، وإحنا على وش الحد. ونحن نحتفل بالقيامة، نحتفل بهذه الثلاثة أيام، الجمعة والسبت والأحد، وهذه الأيام كان يوم الجمعة هو يوم الصليب، كان كله ألم، ويوم السبت كان السيد المسيح في القبر، وكان يوم للقلق وللخوف، ثم كان في فجر الأحد يوم القيامة هو يوم الفرح. وهذه الأيام الثلاثة تحدث عنها الكتاب المقدس كثيرا في العهد الجديد، ولكن القديس بولس الرسول أحد تلاميذ السيد المسيح، هذا القديس كان لاهوتيا وفيلسوفا، وكان كاتبا له 14 رسالة في العهد الجديد، كتب كثيرا وفي موضوعات كثيرة، ولكنه في رسالته إلى أهل مدينة كورنثوس كتب إصحاحا أو فصلا كاملا عن المحبة، وهو في الإصحاح رقم 13 في رسالة كورنثوس الأولى. وفي هذا الإصحاح وصف المحبة بأروع ما يكون، بحيث كان من يقرأ هذا الإصحاح يستطيع أن يعرف علو قدر المحبة وكل أوصافها، وختمها بعبارة لطيفة وقال: المحبة لا تسقط أبدا. ولكنه في نهاية هذا الفصل كتب هذه العبارة التي ربما تبدو غريبة عن مسامعنا، كتب وقال: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. هقولها مرة تانية: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. وكان فيما يقصد أن هذه الثلاثة هي الثلاثة أيام، الجمعة والسبت والأحد. فيمكن أن نسمي يوم الجمعة أنه يوم الإيمان، ويوم السبت هو يوم الرجاء، ويوم الأحد عيد القيامة هو يوم المحبة. وسأشرح هذا المعنى باختصار شديد. يوم الجمعة كان يوم الصليب، وكانت حادثة الصليب تمت على شهود العيان، وكانت حادثة كبيرة، وكان اليهود يصرخون ويقولون لبيلاطس الوالي الروماني في تلك الزمان، يقولون له: اصلبه اصلبه، وكانوا في حالة غضب. وبعد عدة محاكمات تعرض لها السيد المسيح، وقف بيلاطس وكان والي روماني ما يعرفش كتير في الحاجات اليهودية، وقال عبارة غريبة، قال كده: أني بريء من دم هذا البار. بيتكلم عن المسيح، هو الوالي اللي في ايده الحكم، أني بريء من دم هذا البار، وسلمه للصليب. أخذوا اليهود
لأن في الإمبراطورية الرومانية ما كانش فيه عقوبة اسمها عقوبة الصلب، كانت عند اليهود. أخذه اليهود وبدأوا في إجراءات الصلب السريعة، وتم صليب المسيح في يوم الجمعة في الساعة 6 بالتوقيت العبري اللي بتقابل الساعة 12 الظهر. وصلب المسيح على الصليب، كان يوم مشحون بالمرارة وبالألم وبالصراخ وبالتشفي في المسيح. كان هذا اليوم الذي عبر عنه القديس بولس الرسول أنه يوم الإيمان، الإيمان. ولكن أود أن أتوقف معكم عند حادثة صغيرة حدثت في وقت الصليب. حسب التقليد اليهودي أن يوم السبت ما يشتغلوش، فكانوا عايزين المسيح اللي اتصلب والاتنين لصوص اللي اتصلبوا جنب المسيح عايزينهم يموتوا بسرعة عشان يدفنوهم قبل ما يجي السبت، لأن السبت ما فيهوش شغل. فجاء أحد قواد المئة الرومان الذين كانوا يحرسون عملية الصليب، ومسك أمسك بالحربة وطعن جنب المسيح بعد ما مات، فخرج من هذا الجنب ماء ودم. فوقف هذا الإنسان الوثني قائد المئة وقال هذه العبارة التي نقرأها في العهد الجديد، قال: حقا كان هذا ابن الله. وكانت هذه شهادة من رجل وثني في وقت الصليب، وكانت تعبير عن الإيمان. وهذا الجندي صار فيما بعد قائد المئة، صار مسيحيا اسمه لونجينوس، وصار مسيحيا ويعتبر أحد القديسين في تاريخ الكنيسة. يوم الجمعة يمثل الإيمان. ثم جاء يوم السبت بعدما صلب المسيح، نزلوه من على الصليب، وتقدم رجل مقتدر اسمه يوسف الرامي، ورجل آخر كان له شهرة كبيرة في المجتمع اليهودي اسمه نيقوديموس، وخدوا جسد المسيح على الصليب ودفنوه في قبر جديد. وعايزكم تعيشوا وياي في هذه المشاعر التي عاش فيها المجتمع، المجتمع المسيحي الأول الصغير جدا، تلاميذ المسيح وبعض النسوة، وكانوا في حالة من القلق والخوف والانتظار والرجاء. هو المسيح قال لهم انه هيقوم قبل كده، بس هم شافوه بعينيهم اتصلب ومات واتدفن. اين الرجاء؟ ولكن يوم السبت نسميه الرجاء لان الانسان لا يستطيع ان يعيش بدون رجاء، بدون امل. والرجاء يحكمه قانون جميل يقول كده: كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني احنا كبشر ليس علينا سوى ان نحب الله ونترجى الخير دائما في كل حدث. ده كان يوم السبت، يوم الرجاء. ثم جاء يوم الاحد وفي الفجر، وشهدتم الطقس الرمزي بتاع القيامة. وكان يوم الحد ده اللي قال عليه القديس بولس: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. كانت قيامة السيد المسيح هي خلاصة المحبة التي يقدمها لنا جميعا للبشر. فما أحلى القيام، وما أحلى النهوض. وقام السيد المسيح
وكانت القيامة سببا في زرع فرح خاص في قلوب الجميع. يعني القيامة بتزرع الفرح في حياة الإنسان، ولما يتزرع الفرح في قلب الإنسان هذه الزرعة تنتج محبة شاملة. فالإنسان الذي يعيش الإيمان والرجاء ثم فرحة القيامة في قلبه يخرج من هذا القلب كل أشكال المحبة، كل أشكال المحبة. وهذه المحبة لها ثلاثة أشكال هامة جدا. الشكل الأول أن الإنسان يحب الصلاح، محبة الصلاح، يعني في قلبه كده بيحب الخير، ما بيحبش حاجة تانية، ما بيجيش عنده أي أفكار شاذة أخرى. احنا كل يوم الصبح بنصبح على بعض ونقول صباح الخير، تعبير عن الخير الذي في قلب الإنسان وتعبير عن الله الخير في حياة الإنسان، محبة الصلاح، محبة الوصية، محبة الحاجة الحلوة، محبة السلوك الطيب، ده في داخل الإنسان، دي أول محبة. الشكل الثاني من المحبة هي محبة الطبيعة ومحبة الحياة. في واحد تلاقيه ما بيحبش الحياة، ربنا يحفظ الجميع، ده ممكن يوصل بيه القلق والاكتئاب انه يموت نفسه او ينتحر. وفي واحد منفتح للحياة، بيحب الحياة، بيحب الطبيعة، بيحب الموجودات التي اوجدها الله ان كانت من الحيوانات او النباتات، ومحبته للحياة دائما يحب الحياة للآخرين، هو يحب الحياة في حياته، فتجده إنسانا إيجابيا، تجده إنسانا مفرحا، تجد إنسان ينظر للحياة بنظرة فيها أمل على الدوام. أما النوع الثالث أو الشكل الثالث من المحبة فهي محبة الآخر، مش قبول الآخر، لا، الأروع والأعمق هو محبة الآخر. وهذه المحبة ليست بالكلام ولا باللسان، ولكنها بالعمل وبالحق. هذه المحبة هي التي تجعل الإنسان يخدم الآخرين. تاخد بالك وياي، محبة الصلاح دي جواه، محبة الطبيعة حواليه، ثم ينتقل إلى محبة الإنسان الآخر دون النظر لأي اعتبار، ويعيش في محبة الآخر فيخدمه. ومن هنا جاءت في الحياة كلها ما نسميه بثقافات التطوع. وفي واحد تحس كده أنه يحب يخدم الآخرين، وفي واحد لأنه لا توجد في قلبه محبة تلاقيه دايماً واقف في طريق الآخرين. هذه القيامة يا إخوتي الأحباء التي نحتفل بها. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، وهذه هي قوام الحياة الناجحة، الإيمان والرجاء والمحبة. الإيمان والرجاء على الأرض، في السماء لا عايزين الإيمان ولا الرجاء خلاص. أما المحبة فعلى الأرض وتمتد إلى السماء، والمحبة لا تنتهي ولا يمكن حصرها لأن الله محبة. هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. الخلاصة أن القيامة هي تسجيل وزرع لحياة المحبة في قلوب البشر من أجل خدمة كل البشر. هذه المحبة التي يحتاجها الإنسان اليوم جدا، وإن كان العالم فيه خطايا وفيه عنف وفيه جريمة وفيه إرهاب،
فالعلاج هو لا يكون إلا من خلال المحبة التي تستطيع أن تشبع قلب الإنسان. فالإنسان الذي يرتكب شرا اعلم تماما أن ليس في قلبه أي محبة، ولم يشبع من المحبة، ولم يجد من يشبعه من المحبة. هذه هي فرحة القيامة التي نحتفل بها، والتي تزداد أفراحنا بحضوركم جميعا. وإذ نشكركم ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشكر كل الأحباء، ونصلي من أجل بلادنا المحبوبة أن تكون على الدوام في نمو وفي تقدم. نصلي من أجل الشهداء في كل مكان، نصلي من أجل أسرهم ومن أجل ذويهم ومن أجل أوطانهم، ونصلي أيضا من أجل المصابين أن يمن الله عليهم بالشفاء ويحفظهم ويحفظنا جميعا في محبته. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.